هذه هي الفرحه ديال المغاربه مستمعي الكرام، وربما اللي قشعرات لها الابدان المتتبعين ديال دو فويس يعني في طيله المراحل ديالو، القوه الكبيره ديال الاصوات المغربيه اللي كانت حاضره، وكذلك الاحاسيس الكبيره اللي عشناها معكم دائما يعني طيله ايام مهرجان او طيله ايام البرنامج. برنامج كان على شكل مهرجان ديال الاغنيه العربيه بطبيعه الحال، وكان حضور ديال الاصوات المغربيه، وشفنا يعني الحضور القوي كذلك ديال ضيف كنا كنتسناو الاسبوع اللي فات، لكن اكيد كيف ما قلت لكم يعني الاسبوع اللي فات كتكون ظروف خارجه على الاراده ديالنا وخارجه على الاراده كذلك ديال الضيف ما كيكونش حاضر معنا، لكن جا باش يلاقي المستمعين الكرام والبنداء ديال راديو مارس باش يكون في تواصل معكم. احلى صوت في العالم العربي من بين 15,000 صوت هو الفنان والمطرب العربي اليوم مراد بوريقي. اهلا وسهلا، ومن الحاله هذه وحنا كنتسناو الصوت ديالك يكون عبر الاثير ديال الاذاعه. ربي يخليك، وانا سعيد جدا بحضوري معكم ومع الشباب تبارك الله، وهذا المنظر الجميل ديال مدينه الدار البيضاء. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. خلقتي استثناء في المنظومه العربيه، لان جميع البرامج التي تنقب عن المواهب الشابه وكتنقب، وخا البرنامج ما كانش كينقلب على المواهب الشابه لكن كينقلب على فنانين كانوا بداوا ويعني وباقيين معروفين بشكل اللي هو يعني كبير بزاف على المستوى العربي وبغاو ياخذوا بيديهم. هذا هو الكونسيبت ديال دو فويس. اليوم مراد البوريقي رفقة كذلك اصوات اخرى قدروا انهم يخلقوا الاستثناء وقدروا انهم يهرسوا القاعده، لان البرامج العربيه ما دائما ماشي كان كيديها واحد مغربي، اليوم داها واحد مغربي عن جداره واستحقاق. فكيفاش كان الشعور ديالك؟ واش كنتي عارف اللي كان ممكن انك تكون انت هو الاحلى صوت في البرنامج؟ الشعور ديالي ما كيتوصفش صراحه، يعني بعض المرات يعني الكلمات ما كتعبرش على الاحاسيس ديال الانسان، خصوصا في هذيك اللحظه التاريخيه. فانا لي الشرف ولي الفخر انني شرفت بلادي وهزيت العلم ديال بلادي اللي كنفتخر به دائما، وبصراحه يعني تجربة العمر كما تقولوا. انا استغرب بعض الاشياء، ربما الاكثر حاجه مادام نتكلم على العالم ديال البلاد مراد بوريقي في الحلقه ديال اليوم، كنستغرب بعض الفنانين كنكونوا في مهرجانات مغربي وفنان مغربي كيهز درابو ديال البلاد. لا، احنا محتاجين الفنانين يهزوا الدرابو ديال المغرب ويهزوا العلم ديال المغرب في محافل اللي هي برا المغرب، والاكيد ان تقريبا شي 100 مليون على حساب ما قريت يعني نسبه المشاهده واكثر، يعني فين وصلت نسبه المشاهده ديال البرنامج لاول مره كنشوفوا العالم ديال المغرب وسط من يعني الام بي سي بالقوه ديالها وبالهاله ديالها وبالانتاج ديالها الضخم. فشكرا لك. وهذا واجب ديالي، ماشي فما ماشي ما كنحتاجش الشكر لهذا الشيء، انا بغيت نعطي ولو جزء بسيط من الشيء اللي عطاتني بلادي. شوف، شكرا لك لانك هو واجب عليك كيف ما قلتي. نعم. لكن شكرا لك لانك فرحتي المغاربه. الحمد لله. المغاربه اللي المغاربه اللي اليوم باغيين يفرحوا، المغاربه الان اللي الفرحه ديالهم شويه قليله، المغاربه اللي كان عندهم هم في كره القدم يفرحوهم ما فرحوهمش، ان شاء الله غادي يفرحوهم ان شاء الله. نتمنوا ان شاء الله الفن انه يكون هو يعني المقابل ديال حويجات اخرى كانت ملفه تفرح المغاربه في حل الرياضه. فاهلا وسهلا. اليوم في الحلقه ديالنا اليوم غناخذ الرسائل ديالكم مستمعي الكرام، لان ماشي غير بوحدي اللي بغيت نسول، انا عندي بزاف ديال الاسئله غادي نسول اليوم المراد، لكن ثم كذلك عندكم اسئله تبغوا تطرحوها على مراد بوريقي ولا تسلموا عليه ولا تقدموا اي اهداء غادي ناخذوها باغ اس ام اس عبر الرقم ديال الاس ام اس هو 5030، ثمن الاس ام اس 6 دراهم تي تي سي، وكذلك غادي ناخذوا دفعه من المكالمات ديالكم الهاتفيه في نصف الساعه الثانيه من البرنامج. من بعد دو فويس شنو التذكير؟ دزتي من الاخر، من الاخر بديت دوز على المرحله دو فويس. من بعد المرحله ديال دو فويس اكيد انا كل شيء تبعها، لكن اليوم كيفاش كتشوف كيفاش كيشوف طريقه مراد؟ بصراحه انا جد سعيد، وكما قلت فلي فخر والشرف انني نمثل بلادي برا يعني برا المغرب، نكون سفير الاغنيه المغربيه بين قوسين يعني. فكنتمنى انني نحمل المشعل ديال الاغنيه المغربيه ونكمل الطريق اللي بداوه فنانين قبل مني. نعم، ممكن يعني كنت دائما كطرح سؤال على بزاف ديال الاصوات اللي كانت في دو فويس، كانت معايا الاسبوع اللي فات. نعم. كنت كنسول دائما واحد السؤال، واش ممكن مراد بوريقي يستقر يعني في ديشي دوله عربيه على حسب العقد اللي كنا تكلمنا عليه يعني. نعم. قبل قلتي حد ان باقي ما عرفش شنو واقع فيه، مي باقي القرار كيرجع عليك المساله ديال الاستقرار، واش في المغرب ولا برا المغرب؟ باقي ما اتخذتش القرار النهائي، ولكن كنفكر يعني نكون قريب من الشركه اللي تعاقدت معها، يعني بحكم ان المغرب شويه بعيد على الشرق الاوسط، فكنت يعني كنفكر انني نكون قريب اليوم.
ان شاء الله. اولا نبقى ندير ان شاء الله نمشي ونجي. ف مراد ورقي المعروف ان يعني الفن يعني والقوه اللي شفناك بها يعني في البرنامج ما جاش هكاك، لكن انك كاين وسط فني كيدعمك كي الاب ديالك بطبيعة الحال اللي احنا كنسلموا عليه، واللي الاكيد ان الاسم ديال البوريقي ولا فخر لهم دابا داخل العائلة. فالاكيد نخص نسمعوا حتى الكلمة من خلال الاب ديالك اللي حاضر معنا اليوم. سي البوريقي اهلا وسهلا. الله يبارك فيك سيدي، اخبارك كل شيء مزيان؟ الله يطول عمرك. الحمد شفت لله شفت واحد الفيديو ديال القديم وكان نغمة وتاي كاينة نغمة وتاي، وكان مراد ديك الساعة في الكورال معاك الكورال ساعة نقول هذا كنجيب له من ذاك الاسد. شنو كيشكل لك اليوم مراد؟ مراد الحمد لله خذا المشعل وانا فخور به والعائلة كلها فخورة به، كيف المغرب كله فخور به الحمد لله. فمراد يعني خذا الامور عن جدار واستحقاق، يعني الا كان في الكورال، الكورال كانت مدرسة ليه صحيح، وهو درس في المعهد، ويعني خذا يعني الفن بالمعاليم دياله الاساسية، وخذا يعني طريقة الفن بطرق علمية. فانا ما يعني مطمئن ليه انه يعني الى مثل المغرب غادي يمكن ان شاء الله احسن تمثيل، وهذا يقين ان شاء الله بحول الله مع قوته وجميع الفنانين يعني كيشاركوا هاد الفكره انه هو سفير الاغنيه المغربيه ان شاء الله ان شاء الله الشرق الاوسط ان شاء الله. انت تبغي مراد يبقى حداك ولا على حساب ماشي على حساب عاوتاني الفن، ماشي على حساب مساره الفني، شنو 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 اللي تفضل؟ وحقيقة كل أب تيبغي الإبن ديالو يكون حداه، ولكن هذه مسألة ديال المسيرة ديالو. نعم. أنا ما يمكنش لي نعرق ليه المسيرة، أنا كنشجعو باش يسير، وكنتمنى أنه من طبيعة الحال ما غاديش ينسى والدي وما ينساش الوطن العزيز، وزعما أنا كنشجعو أنه يمشي يخدم ويرجع ويكون عنده يعني واحد يحاول يعدل الكفه كيف كيقول المثل. نعم. سي بورقي انت فنان وموسيقي يعني، وسؤال اكيد انه مهم في الحلقه اللي نطرحوه، انت شفتي كاع الاصوات اللي كانت حاضره دو فويس متبع مراد، واش كان في بالك باللي مراد راه هو اللي خصو ياخذ اللقب ولا ما خداش اللقب ممكن يتظلم؟ حقيقه هذه من كل واحد يبغي الابن ديالو. نعم. ولكن من ناحيه الانصاف فهو كيستحق اللقب، والمغاربه كاملين كانوا في المستوى بصراحه. انا قلت لهم هادو فويس راه ديال المغاربه. نعم. لان تبارك الله المستوى ديال المغاربه اليوم مستوى عالي جدا، وهذا الشيء ماشي باعترافنا احنا، ولكن باعتراف جميع الفنانين وجميع يعني الناس المهتمين بالمجال الفني. نعم. والاكيد ان الفنانين اللي هم معروفين ونجوم يعني على المستوى العربي قالوها اخرهم، كان عندي حوار مع ميدا الحناوي شي سنه دابا، قالت عندكم اصوات مغربيه كتخوف. فعلا بيتخوف. فالاكيد ان شاء الله هذا الخوف ان شاء الله ممكن يزيد يرعبهم من بعد ما خد اللقب مراد يعني في ذا فويس. فالاكيد المستمعين الكرام، وحنا كان في الحلقه ديالنا اليوم تبغيو تسمعوا شي حاجه يعني من الاغاني اللي قربت يعني الجمهور العربي من مراد، شنو رايكم نسمعوا ابعث لي جواب الاغنيه اللي كان غناها من بعد الفرحه الكبيره؟ ما عرفتش انك قدرتي تغني ديك الاغنيه من بعد ديك الفرحه وسط من ديك لان واحد بقيت كنشوفك يعني كان صعيب عليك الحال شويه. نعم. كما شفتوا انا بكيت فرحوا بعد البكاء بكيتي تاع عاصي الحلاني كيبكي لانك ديتي اللقب. الحمد لله الحمد لله. وفضلك يرجع لي من بعد الله سبحانه وتعالى، كيرجع الاستاذ عاصي الحلاني اللي ساندني بزاف ودعمني يعني النصائح ديالو بالتوجيهات ديالو اللي كانت يا سلام. بغيت نسمعك في المغربي اليوم ما شغليت. الاكيد ان اللي تبعوا مراد البوريقي ما تبعوك كاين استوديو دوزام. نعم. التجربه كانت تجربه ربما حتى هي مهمه لان قربت من المهم. نعم. اي تجربه كتكون فيها سيغسان فهي مهمه الاكيد. نعم. يكون فيها جمهور هي مهمه، لكن اللي تبع مراد البوريقي وتبعوا مزيان في دو فويس فالاكيد سمعوك في مجموعه من الاغاني العربيه ما سمعوكش في المغربي. وانا اليوم كاين
كاينين بعض الرسائل القصيرة كيقول لك بغينا نسمعوا مراد البوريقي يعني في اغنيه مغربيه. نقرا غير بعض الرسائل كتوصلنا. عافاك اخويا زهير، نبدا عن حياه مراد البوريقي غنتكلموا عليها ان شاء الله. عليه واش كاينه شي ساعه في الدار البيضاء؟ شكرا زهير. لا ما كاينش ساعه، صبات مع 6 ديال الصباح وصبات واحد من الساعه وقطعت. سلام، انا محمد من الحاجب، مراد فرحنا الله يفرحه، شرفنا، تحيه ليه. سلام خويا زهير، تحيه ليك والمراد اللي شرف المغاربه، وبغيتو يقدم شي تحيه بلا فوا ديالو اللي ربح بها في دو فويس الناس ديال فاس البالي منير دو تطوان. مرحبا. مغني مغربي. مغني مغربي واخا غني اختار لينا اللي بغيتي. لا لا تنسوا علي الاغاني، شوفوا الوالد غني شي حاجه حكيت مسالي شوفوا الوالد شنو غني لك حاجه من ابراهيم العالمي اللي كنتي درتي فيه. يلا مزيان شي حاجه من ابراهيم العالمي. اييه. يلي صورتك بين عيناي كيدير قلبي حتى ينساك حتى ينساك حتى ينساك تررر يا مو سنين هي هي وكل يوم كنت رجاك سنين شهور وأيام وليالي بام برام ترن ترررررن وأنا مشغول غير بيك عمر غيرك ما يحلالي عمر قلبي ما يسلم في. يا سلام. ها العشاق ديال عشاق الاغنيه المغربيه. احنا سمعنا مراد البوريقي يعني بشكل مغربي، والمفاجاه ديال الحلقه ديالنا اليوم ماشي دابا ان شاء الله غادي نختموا بها الحلقه. اليوم غادي نسمعوا ديو لاول مره في اذاعه، ياك نقدر نقولها نقدر نقولها سهام، ياك لاول مره في اذاعه مغربيه مراد بوريقي والاب ديالو غادي نسمعوهم ان شاء الله. سي البوريقي نسمعوكم ان شاء الله اليوم. مرحبا. في ديو. شوفوا موال صباح بخري، موال من الموشحات اللي حبيزو. غير المستمعين كيسالوا شويه على البدايات ديال مراد كيفاش جات، وحتى المشاركه ديال دو فويس نبغيو نعرفوا كيفاش جات. بدايتي في الفن ولا في الفن؟ بدايتي في الفن بديت يعني منذ الصغر، يعني منذ سن مبكره، يعني بديت مع انا والاخت ديالي التوأم بدينا تنغنيو يعني منذ الصغر منذ الروض. نعم. يعني تنغنيو و يعني في الوسط العائلي كنت مره كنغني وكذا، وكبرت في جو عائلي جو موسيقي، يعني الجد ديالي رحمه الله الاعمام ديالي كيمارسوا يعني الموسيقى، فبالتالي انعكس عليا ويعني ما احترفت الموسيقى حتى، يعني حاولت انني نبقى دائما موفق بين الموسيقى والدراسه. يعني ملي حصلت على شهاده البكالوريا ديالي ودرست سنتين في الجامعه حاولت انني نركز على الموسيقى بشكل يعني كما كيقولوا نحترف شويه. نعم. فاحترفت الموسيقى وفي هذيك السن والمشاركه في برنامج ذا فويس جات، يعني ما جاتش يعني كما كيعلم الجميع، فهم هما اتصلوا بالتليفون واتصلوا بنا وتحمست بزاف الفكره، لان برنامج ذا فويس على حسب ما قالوا لنا كيبحثوا على الاصوات اللي كاينه الاصوات. نعم. ويعني شاهدت يعني نسخ اجنبيه وتحمست الفكره، عجبتني بحكم انهم ما تيشوفوش الهيئه ديالك غير صوتك، فعجبتني الفكره وتحمست بزاف وشجعت الاخ ديالي باش يشارك معايا والحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. في الاختيار ديال انك تحترف في الموسيقى، واش ما الاب ديالك ما كانش عنده مشكل على انك تمشي في الموسيقى وتخلي الدراسه؟ ما كانش عندك هذا الخوف انه يخلي الدراسه؟ لا انا حق مراد عندي فيه ثقه، لانه مراد كيجتهد حتى في الدراسه وتبارك الله عليه، يعني ما عمرو سقط يعني من نهار بدا هو غادي مزيان. يا سلام. ما خلانيش انا ما خلاش لي الفرصه انني نقدر نعرضه ونقول له لا تبع قرايتك، يعني شفتو يعني غادي مزيان خليته وشجعته. نعم. كان في المستوى بصراحه. نعم. دائما في استقبال الرسائل ديالكم. الحلو من طنجه، مراد البوريقي سي تان ستار دو موند عربي، ميرسي بو راديو مارس. اس ام اس كان كيقول محمد السايح من الرباط الكيناني،
ما واضحش الاس ام اس ديالك ممكن يعاودوا يبعثوا برسائلهم القصيره مستمعي الكرام. وحنا كناكدوا باللي ان شاء الله في نص الساعه الثانيه من البرنامج فاحنا غادي ناخذوا المكالمات ديالكم الهاتفيه 0522 122 126 او الرقم 122 125 او الرقم 0529 020 410 هما الارقام اللي كنتواصلوا من خلالها. كاع الاصوات اللي كانت دازت معايا في البرنامج سولت على طريقه التكوين وطريقه المعامله ديال لي كوتش اللي كانوا معكم وكذلك النجوم اللي شفناهم باللي عندهم انتم اللي فرضتوا هذه القضيه هذه فرضتوا انه يكون عندهم المغرب يكون عندهم مكانه خاصه على المستوى الفني لان كانت تقريبا الاصوات الحمد لله كامله كانت اقوى من اصوات اخرى كانت كاينه في البرنامج فالاصوات المغربيه كانت اقوى ربما هذا اللي خلى هذاك القرب يكون بين لجنه التحكيم والتعامل كذلك الاستثنائي مع الفنانين المغاربه. نعم الشيء الجميل في برنامج The Voice هو انه اعطى الحق للاصوات المغربيه يعني المدربين ما كانوش كيعرفوا لا الشكل لا الجنسيه ديال 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 الفنان اللي يعني الموهبه ديال نعم الموهبه ديال اللي كتأدي هنا بان الماده الخام وبان المعدن الاصيل ديال الاصوات المغربيه اللي برزات بشكل كبير في هذا البرنامج. نعم التعامل ديال عاصي الحلاني كيفاش كان كيتعامل معكم داخل الجروب حتى بقيتي بوحدك من بعد قلتوا كتنقصوا بقيتي بوحدك؟ صراحه استاذ عاصي الحلاني يعني مثل للكرم وللسخاء ولل يعني العروبه. نعم صراحه يعني لمست فيه يعني الهوية العربية الأصيلة صراحة. فهو كان كيتعامل معنا يعني كيف ما كيتعامل معايا كيتعامل مع باقي أعضاء الفريق ما كانش هناك شي تمييز فقط لأنهم ربما عجبوا الصورة ولكن في هذاك يعني في المسرح يعني في التعامل برا المسرح فكان دائما كيتعامل معنا بنفس الشكل يعني نصيحة كيعطيها لنا واللي كيطبق النصيحة هو اللي كان كينجح في يعني اللي كيطبق النصائح ديالو بالحذافير ديالها هما اللي كان كينجح في اللايف. بحالك بشي سر من بعد ما خديتي اللقب ما كانش مثلا قال لك بلي انا كنت كنشوفك بلي انت اللي ممكن دير اللقب داخل الفريق معايا مع زعما ما عمرو قال لي بصراحه ولكن كان كي لانه لدرجه انه فاش خديتي اللقب هو بكى يعني الحمد لله كان فوز ليه هو وفي نفس الوقت يعني فاش غتوصل الفنان يعني فحال حاضر فحال الحضور القوي ديال عاصي الحلاني فباش يخرج خرجتي لي دموع شيء جميل استاذ عاصي الحلاني هو ما كيغيرش من الفنان فكان كاين بعض الفنانه اللي كيغيروا من الفنان اخر وهو بالعكس هو كيشجع المواهب وكيشجع الفنانه اللي استحقوا. نعم ربما اللي خلى البرنامج ديال فويس يكون عنده متابعه كبيره هي القوه ديال لجنه التحكيم اللي ما كناش كنشوفها ربما في برامج اخرى ولان القوه ديال كاظم الساهر القيصر ديال الاغنيه العربيه شيرين كذلك صابر رباعي عاصي الحلاني فهذه هي اعطت مصداقيه للبرنامج. نعم. واعطت كذلك قوه على مستوى لجنه التحكيم. من بعد البرنامج الكل كيعرف باللي مراد الوريقي غتكون عنده عقد مع شركه ديال سوني يونيفرسال غادي تكون كذلك ما عرفتش المده ديال العقد شحال غادي تدوم تقريبا لكن انا مع بقى عندي سؤال كنطرحه وكانوا طرحوه كذلك اثنين اخرين اللي كانوا دائما كي متبعين دو فويس. نعم. وطرحوه انا اليوم غنطرحوه بالنيابه عليهم. مرحبا. هو لو ستيل ولا الشكل اللي كتستغل عليه يونيفرسال ماشي هو لو ستيل ربما اللي كاين اللي مالف كيغني عليه مراد واش ما يكونش مشكل يعني في هذا الباب هذا ما كنظنش كاين مشكل فاللي كيغني الاصعب ما كيبان ليا مع احترامي ولكن غتبقى في الشكل ديالك وفي اللون ديالك انا راهن اشاره الجمهور اللي طلب مني الجمهور انا راهن اشارته يعني الا حبني في الستيل ديالي وبغاني نقدم في الشيء يعني جديد في الستيل ديالي فانا راهن الاشاره ديالو ولكن يعني انا مع التطور ديال العصر ومع رغبات الجمهور. نعم اس ام اس كيقول رشيد من اكادير فرحتينا ودمعوا عينينا الله يفرحك الناس كتدعم معك اس ام اس كذلك يقول السلام عليكم مصطاد هنيئا الجميع ببطلنا مراد البوريقي سلام زهير راني كنتصل بك اغنيه مراد اللي دارها الهوى السلطان اغنيه زوينه عافاك بغينا نسمعوها في حلقه ديال النهار اليوم فغادي نسمعوها اليوم لان شحال مره طلبت لي الاغنيه ان شاء الله في الحلقه ديال النهار اليوم سي البوريقي اشنو تبغي تقول ولدك اليوم؟
ما عرفتش قلتيها لي ولا باقي ولا قلتيها لي جيرو ما نقولها لي قدام الجمهور الكريم اللي كيسمعنا اليوم. انا اللي نوصي عليه بصراحه هو انه يلبي رغبه الجمهور الناس المحبين فيه، وهذا كرم من الله سبحانه وتعالى انه هو حبه انه يحبوه الناس، وماشي غير الجمهور المغربي، الحمد لله الجمهور المغربي غيور على ولاد بلاده، والحمد لله يعني كيفرح بصراحه بهذه العباره. كذلك حتى الجمهور العربي، لانه انا ملي كنت معاه في لبنان نعم كنت كنخرج الشارع بحال كانني في المغرب، يعني اللي لقاني تيوقفني وتيقول لي ابنك يعني تبارك الله عليه كيأدي طربي، وهذا الصوت حنا افتقدنا هذا المستوى الفني العربي، ويا ريت ان الشباب يعاودوا يردوا يعني المجد للاغنيه العربيه والمشاح والقدود يعني الدبكه اللي هي كل منطقه عندها الدبكه ديالها الخصوصيه نعم. ديالها. فانا كان 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 نوجه بهذا يعني بهذا من هذا المنبر نعم. انه يسير رغبه الجمهور نعم. اللي يطلب منه الجمهور خصو يجتهد ويوصلوا باذن الله تعالى. نعم. اذا اعطيني غير واحد 30 ثانيه واحد سؤال مرضني. واش كتحس بلي الحمل كبر عليك بلي غيتزاد الخوف غيتزاد؟ انا كل ما تزاد تحدي كل ما كان زاد قوه وكان زاد اراده اكثر باش نوصل للهدف ديالي. اذا رجعنا من جديد مستمعي الكرام ورجعنا لضيفنا مراد البوريقي. مرتاح؟ الحمد لله مزيان. مزيان الحمد لله. سي البوريقي لاباس عليك؟ الحمد لله بخير بارك واجدين موجودين الحمد لله. غادي ناخذوا المكالمات ديالكم مستمعي الكرام من لحظه، لان اليوم هو احتفاء سي مراد في الحلقه ديال نهار اليوم، واليوم بغينا كذلك الاصوات ديالكم تكون في لقاء يعني مباشر مع مراد البوريقي. معنا سي المعزاوي. سي المعزاوي اكيد ان الكل كيعرفوا اطار وطني منظم ديال ماراثون ديال مدينه الدار البيضاء، وكذلك كان منظم ماراثونات اخرى. سي المعزاوي ما كيتصل الا لكانت شي حاجه استثناء، فاليوم اتصل تبارك الله عليه شد ليه الخط. سي المعزاوي مرحبا بك. مرحبا الاخ زهير، وبغيت نهنيك اولا وبغيت نشكرك بزاف لان استضفتي واحد الفنان كبير، واحد الفنان اللي شاب، واللي كنت انا واحد القضيه نهار المنبر قبل ما نهني السي بوريكي تنبأت عليه في الوقت اللي كان في استوديو زوزان وكان تقطع وقدام العائله ديالي، قلت لهم هذا السيد غيكون فنان كبير ومع كل اسف ما عرفش القيمه ديالو. ذاك الوقت تنبأت ليه هذا والله العظيم. ولكن بعد ما تبغي نهني السي بوريكي والعائله ديالو، تبغي مدينه عسفي اللي عطات فنانه، عطات مثقفين، عطات مناظرين، عطات رياضيين، الان هي عطات واحد الفنان كبير اللي تمثل العالم العربي. شكرا للسي العزاوي، وهذه شهاده كبيره منك. والمسؤولين عن الشان الثقافي بما المغرب راه فيه ثقافه كبيره. مع كل اسف شنو باقي ما خصنا دابا نستثمروا فهمتي في هذا الشيء عن طريق البرنامج ديالك انت اللي تدي واحد المجهود كبير مشكورا، وعن طريق راديو مصر اللي توا بدل مجهود كبير وعطى واحد القيمه للفنان والرياضي. وباش ما نطولش عليك تنبغي نهنيه بزاف، واللي تنتمنى هذه هي الى بدايه اللي تنتمنى ان شاء الله هو ياخذ واحد المسار فهمتي اللي يكون عنده واحد القيمه كبيره اللي يكون سفير ديال المغرب كما كان صوفا قبل منه رياضيين كعوطه وجماعيين، يكون سفير كبير للمغرب ان شاء الله ويكون من اكثر الفنانه ونفتخر به. وشكرا سي المعزاوي بلاتي، انا بغيت نتكلم معك. بغيت نهنيه بزاف هو والعائله ديالو. نعم حاضر سي المعزاوي، بغى يتكلم معك مراد. انقطع عليه الخط للاسف، غادي ها هو ربما كيسمعك هو في الراديو لانه هو ديال الراديو كيسمعك. نقول له شكرا بزاف، وانا تشرفت بالمعرفه ديالو، ما كنت كنعرف السي المعزاوي، ولكن هذا الكلام اللي قال صراحه كلام كبير
ويا ريت لو كانوا يعني كاع الناس غيورين بحالو. فشكرا نعم. بزاف سي معزاوي نعم. هو قال نقطه مهمه جدا، قال عندنا كانوا عندنا سفراء يعني في المجال الفني وكذلك في المجال الرياضي، كان عويطه كانوا كذلك اسماء اخرى. قال لك اليوم ما كاينش، اليوم قال لك احنا املنا في مراد البريقي ان شاء الله يكون سفير الاغنيه المغربيه في الحلقه يعني في المسار ديالو الفني، يكون دائما متالق. والاكيد دابا غادي نشوفوك ان شاء الله في اعمال اخرى ان شاء الله اللي تزيد تقربك من الجمهور. غناخذوا فقط مكالمه قبل ما نمشيو للفاصل الاشاري، ناخذوا غير مكالمه. السلام عليكم سي محمد. مرحبا سي محمد. السلام. وعليكم السلام سي محمد. انا سي زوير. اهلا وسهلا معنا اليوم مراد البوريقي دو فويس ديال العالم العربي. اخويا زوير انا الاستضافه ديال سي مراد البوريقي ونتمنى له واحد السعيد ان شاء الله في المشوار ديالو الو كنسمعوك سي سي محمد. وكنتمنى له واحد السعيد ان شاء الله في المشوار ديالو والمزيد من العطاء والمثابره والاجتهاد، لانه مازال ان شاء الله شاب ومازال يعطي الرايه المغربيه كثير ان شاء الله في المغربي عامه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا ليك. ولي عندك ارتباط، كان عندك ارتباط بالرايه المغربيه، لكن غيولي ارتباط اكثر لان ربما هذيك الرايه المغربيه باش تزاد في القناه. الاكيد ان المغاربه كاملين، كاين اللي دماء، كاين اللي كيغوث، كاين اللي كي ناخذوا يوسف مدينه الدار البيضاء. سي يوسف مرحبا. الو مساء الخير اخبار. مساء النور سيدي. اعتقد ان لي الشرف الكبير انني غادي نتكلم واحد العرام اللي الان عندنا عرام كبير خصنا نحافظوا عليه، وهو البوريقي. اعتقد على انه رجع الهيبه للمغرب على المغاربه. هذا واحد مده طويله اللي ما فرحوش ما فلا خصوصا في الرياضه وخصوصا في كره القدم. فهذاك العالم بديك الطريقه اللي تهز هذيك المنطقه فتيعني ان تيعني لي شيء كثير، خصوصا انا ولا خصوصا كل المغاربه، لانه حقيقة شرفنا وشرفنا كثير جدا. تنشكروا بزاف بوريقي. العفو سيدي العفو، هذا واجب. وكنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم على انه يعطي واحد ان شاء الله الرحمن الرحيم يبقى يحافظنا على هذيك الصورة اللي شفناها للفن الاصيل، وكذلك القوة ديال الصوت والقوة ديال الاداء. ألف مرة أنا تنشكره جدا على الحضور ديالو، على أحسن تمثيل عطاه المغرب وصرف الرأي المغربي. شكرا يوسف مدينة الدار البيضاء. ناخذ سعيد من كازا قبل ما نمشيو للفاصل الإشهاري. سعيد مرحبا. السلام عليكم خويا زهير. وعليكم السلام سيدي. خلينا نشكركم على الضيف ديالكم السي مراد والأب ديالو، وخلينا صراحة فرحنا نهار الفينال، فرحنا بزاف. كان جمعة مباركة. سي زهير. اسيدي. اللي ما كنت قلت لك الناس اللي باقي الله يرحمكم الوالدين. نعم. شكرا. تنزلني للرعاية ديال البلاد الله يرحمهم الوالدين فهاد المنبر هذا. الله يرحمهم. شكرا. سي بوريقي وانت كتسمع اليوم المستمعين كيداعى والله يرحم ليهم الوالدين الله يكبر به رفع الراية المغربية هز بينا، شنو كيشكل لك هادشي؟ حقيقة كيشكل لي واحد الفرح كبير، وانا كنشكر جميع المغاربة اللي هما غيورين على العالم ديالهم وغيورين على الوطن ديالهم وعلى ملكهم. فتحيه لهم، كيف كنحيوا جميع العرب اللي حتى هما ساندوا المغاربه في هاد اللقب. في الحقيقه كيرجع الفضل لجميع الناس اللي صوتوا عليه من بعيد او قريب، وشكرا لكم جميعا. المعروف وربما هذه اكيد معروف على ان يعني الامكانيات ديال العرب امكانيات اللي هي كبيره بزاف مقارنه مع المغرب. والمعروف كذلك ان المغاربه ربما شعب الكل كيقولها شعب شفوي وقليل يعني فين يهز لك بورتابل ويصيفط ميساج لشي برنامج يعني كاين في التلفازه وكذا. ودايما الاحصائيات اللي كتخرج يعني ديال لي اس ربما كل مده كنعرفوا شحال ديال لي اس ربما كيستخدموا بهم المغاربه في برامج التواصل مع البرامج التلفازيه. لكن استثناء تحقق فهاد يعني فهاد البرنامج، وكنشوفوا باللي ماشي غير المغاربه بوحدهم، السواعده يعني والاماراتيين والخليجيين بالفلوس ديالهم وبالامكانيات ديالهم، فما قدروش يوصلوا يعني فعلا ما قدروش يوصلوا بطبيعه الحال. بفضل الله سبحانه وتعالى كنشكر اولا صاحب الجلاله الملك محمد السادس اللي كيدعم الفنانين وكيدعم الفن في المغرب، وكنشكر الشعب المغربي
يعني ما تنساش راه ماشي غير الشعب المغربي اللي في المغرب ولكن اللي في العالم كامل. الجاليه المغربيه المقيمه خارج الوطن كذلك كانت كتصوت وكانت كتشجع مراد بوريقي وكتشجع جميع المواهب المغاربه اللي كانوا معنا في البرنامج. فكنشكر كل من ساندنا وكل من وقف بجنبنا. معنا مراد بوريقي الحاصل على جائزه دو فويس. اول شيء كيفاش كانت التجربه ديالك في هذه المسابقه العربيه وكيفاش حسيتي انت كممثل المغرب تحصل على هذه الجائزه هذه؟ التجربه الحمد لله كانت ايجابيه وكانت مفيده ليا بزاف والطموح اللي كنت حاط يعني الهدف اللي كنت حاط بين عيني انني نشرف بلادي ونهز الرايه ديال بلادي الحمد لله برضا الله ورضات الوالدين ربي ما خيبنيش. مراد الان من بعد ما مرت التجربه ديال لو فويس بالفعل كاين المستمعين والمشاهدين ديال الويب تي في ديال راديو ماسك كينتظروا باش يعرفوا شنو هو الجديد ديال مراد في القريب العاجل لان الكل الان اصبح متعطش باش يسمع لك ويشوف شنو الجديد ديالك. شنو هو الجديد اللي كاين تقريبا في القريب العاجل؟ الجديد ان شاء الله مكلفه به الشركه اللي وقعت معها وباحتضان قناه الام بي سي. فانا اللي عليا نوعدكم به انني نحاول نعطي حاجه اجمل واحلى من الشيء اللي شافوني فيه في برنامج دو فويس وباش نشرف بلادي. والهدف ديالي كما قلت لك هو نشرف بلادي ونهز الرايه ديال بلادي عاليا ان شاء الله. كاين شي صراحه قريبه مراد هنا في المغرب لك؟ باقي صراحه ما تلقيت حتى شي اتصال يعني رسمي من اي جهه معينه ولكن انا نفتخر انني نغني امام الجمهور المغربي اللي كنحبو بكثره. يعني مراد زياره هي اول زياره راديو مارس كيفاش جاك الاجواء في راديو مارس؟ بصراحه عجبني الاجواء في راديو مارس وحسيت براسي يعني كاني وسط العائله ديالي. تبارك الله الطاقم التقني وحتى المقدمين وداكشي يعني تبارك الله عليهم. فكنتمنى اليوم ان شاء الله دائما التوفيق والنجاح. كلمه اللي بغي يوجهها مراد للمستمعين والمشاهدين ديال الويب تي في ديال راديو مارس؟ كنقول لهم تصنتوا لراديو مارس فغادي تسمعوا حاجه زوينه. معكم مراد البوريقي كنتمنى لكم سنه سعيده ان شاء الله مليئه بالافراح وبالنجاح وتصنتوا راديو مارس.